اهلا وسهلا ومرحبا بكم حبايبي متتبعيني، مرحبا بكم في قناتي قناتنا ديال اوفيسيال. اليوم حابه نشارك معكم هاد الفطائر معمرين تيجيو رائعين تيجيو بنان. عندي هنايا الدقيق ديال الفرص وعندي الدقيق ديال الفينول القمح، المهم تيكونوا متقادين نص نص. وهنايا عندي خميره المعجونه، الخميره ديال الخبز والسكر كلاصي، معلقه ديال السكر كلاصي كنزيدها مع الخميره. وهنا غادي نزيد شي شويه ديال الملح وواحد الخماره حمراء ديال الحلوه، وكنعجن كلشي بالحليب دافي. نبقى نجمع العجين شويه في شويه حتى تكون لينا، المهم العجين رخوه ما تكونش قاصحه، وحتى تجمع لينا العجين عادي يمكن لي نزيد هنايا الزيت. عندكم زيت الزيتون ديروها، او زيت المائده ديروها اللي كاين ديروه صافي. وكنجمع داك العجين وكنخليها كترتاح، كيف ما كتشوفوا العجين كتكون رخوه صافي. وكنغطي العجين ديالنا بشي بلاستيكه ولا بابي اليمونتير وكنخليوها تخمر. هنا الحشو غادي نشد هنايا البصله، انا مضروبه على البصله تعجبني البصله خضاريه. المهم كنشد دوك العويدات ديالها الخضرين هما اللي كنقرض، الصراحه تيجيو بنات تيجيو رائع، يعني هاد الوريقات ديالها تيجيو لذات بزاف صافي. كنقرضهم وكنفرمهم مزيان وغادي نقسم حتى البصله حتى هي. ما عندكمش البصله ديروا بصله عاديه، بصله حمراء او خضراء اللي كان. وإلا ما عندكمش مع البصله، كاين اللي ما عندوش مع البصله ديك الريحه اللي كتبقى في الفم، يدير الخضر، يحك الخضر قريعه خيزو بطاطا الكرم مكور والملفوف، يحكهم ويشحرهم ويدير معاهم اللدان، صراحه حتى هما تيجيو بنان. وهنا عندي القزبر معدنوس حتى هو غادي نفرمو وغادي نزيدو على داك البصل. وكنزيد هنايا مليحه وابزار والكمون وزيت الزيتون، الا كاين زيت الزيتون ما كايناش زيت المائده هي اللي كندير. وغادي نشحر واحد شويه. خديت قطع ديال لدان ديك الرومي او الدجاج، قطعته قطع ودرت فيه هنايا شي شويه ديال الابزار والكمون وشي شويه ديال الزويته والخل. الخل كيخليه هشيش. كنسخن انا المقله مزيان مزيان كيف ديما وكنلوح عليه هذاك لدان دغيا كيطيب كنحيدو، ما كنخليهش يطيب بزاف المقله باش ما يقصحش صافي. دابا البصله مشحره ولادان اولا الدجاج مشحرين كنخلطهم ونخليهم شويه يبردوا، وغادي ندوز دابا لاباط منين خمرات، المهم كنخليها حتى تخمر مزيان. كيف شفتوا العجينه خامره، انا كنهز واحد شويه واحد القريصه ديال العجين وكنديرها على شكل طولي على شكل مستطيل، وغادي ندير فيها داك الحشو لان بغيت نديرهم انا بحال شي كوميرات بحال شي باغيطات صغارات.
كنخلص ديك الخبيزه كيف ما كتشوفوا كندير فوق منها الحاشو، وكذلك غادي ندير هنايا فوق من الفخوماج، فخوماج غابي. وهنايا عندي صلصه ديال المايونيز، المايونيز حتى هو عطى واحد لوكو بني 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 في الحشو. جربوا بالمايونيز او الا عندكم صلصه حاره، اي صلصه ديال تاكوس او لا صلصه حاره ديروها تيجي بنين بنين رائع. صافي درتهم في اللاطه وخليتهم حتى خمروا عاوتاني في اللاطه، عاد دهنتهم هنايا باصفر البيض. المهم انا كنسخن الفران حتى تيسخن مزيان، كنطفي عليه وعاد كندخل دوك اللاطات حتى تيخمروا دغيا، تيخمروا بهذه الطريقه هذه، عاد كندير فوق منهم البيض. ودرت فوق منهم زريعة الشمس اللي هي زريعة الكحلة اللي كناكلو، والسانوج. السانوج عرفتو كيعطيو واحد لوكو بني في الفطائر او ليكيش، تيجي بني بني بزاف. هادو هما الفطائر ديالنا من بعد ما خرجوا من الفران، كتشوفوا لا كولور ديالهم دوغي، لا كولور ذهبي. صراحه عاطي المنظر، وحتى البنه كاينه البنه. الشكر الجزيل لكل متتبعيني وحتى الجدد اللي ضافوني عندهم، كنقول لكم شكرا لكم بزاف، الله يوفقكم ويوفق الجميع يا ربي. صراحة هاد الفطائر هادو والباقيطات الصغار جاو بنانين، جاو رائعين، والله العظيم تشبعوا منهم. نتمنى تجربوهم، والله العظيم بحال مشري من الباتيسري. نتمنى تجربوهم وغادي ينفعوكم مزيان فهاد رمضان هذا، وكيف قلت لكم ديروا فيه اي حشو بغيتو. هذه هي الوصفه ديال اليوم، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى يعجبكم، ونتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ودائما باش يوصلكم كل جديد ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس. دمتم في امان الله، الى اللقاء.